السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كل شيء أعلاس، كل شيء على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد صندوق، صراحة أنا ما عرفتش شنو كاين فيه، وقبل ما نحلوه يعني قلت لراجلي قبل ما نحلوه غادي نشوف، غادي ندير فيديو باش نشوف شنو كاين فيه مع بعض. صراحة أنا ما بغيتش نقرا حتى الاسم، ما بغيتش نقرا حتى الاسم، تن نشوف شنو كاين. عاد نشوف المفاجأة من عند من. المهم انا عرفتهم عندي، يعني الكادو عندي، ولكن الاسم ان شاء الله قلت لراجلي ما غنشوفوش حتى نشوف الهدية، حيت انا واحد الاخت موصيها على واحد الغرض، على واحد الغرض، ولكن بان لي الصندوق ماشي هو الغرض، يعني ثقيل على الغرض اللي انا باغا. واش فهمتوا هذاك الشيء؟ علاش قلت خلينا نديرو فيديو مجموعين ونكتشفوا ما في الصندوق. المهم اول حاجه الصندوق ديال الهديه كيبدا بالقليبات، يا الى ابدا القليب شي حاجه زوينه، القلب محمد حل لي القليب نشوف شنو كاين هنا. هذا وقيله ثوب او عبايه، ما عرفتش انا شكون من هذا الصندوق. انا كان على القران، هادو الامين، الرجال الامين. واقيلا بديت كنعرف مولات الصندوق، واقيلا بديت كنعرفها مولات الصندوق، هي واحد الاخت كنت وصيتها على القران. عاينو نتاكد، عاينو نتاكد نشوف واش ايمان. ايمان، اييه كنت وصيتها على القران، وصيتها على القران باش بغيتو ضروري اورجينتي، لانه ولي قطع ليا لي بارتي الاولين داكشي. ايوا وقيلا معاهم عندهم مرزاره، وقيلا صيفطات ليا الزياره د المرزاره. يا اختي يا اختي شوفوا صدوق المغرب، شوفوا والله الا فرحت، اتاي السلطان والله الا. والحلوه ديما كنقول لهم الحلوه، عباد الله بغيت الحلوه مع بردات، هاي وهانت يا اختي البهله. ايوا اش غنقول لكم، صراحه هادشي ديال المغرب يوحي باننا، والزيت ديال والله العظيم لا هادي مفاجاه غير منتظره. وهانتوما البنات الحلاوه ديال بردات، هاي هانت اختي باش ملي يكون كنقري ندوز مع راساتي مع بردات. هاي واحد الحاجه اخرى، هذا سميتو املو، املو لا بالمغربيه املو، الكريمه ديال ديال اراهيدي، ولكن املو. اختي بارك عليك، بارك الله النبي ما شاء الله بسطه. ايوا شوفي اختي الله يكرمك، والله يزيدك من فضله، والله يقويهم عليك بالعشرات. شوفي يا اختي تبارك الله، تفكرتني ما شاء الله داكشي ديال المغرب، داكشي ديال المغرب غزال والله العظيم. حق الله الا شنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. صوروا البنات ملي كتكونوا ما ضاربين شي حاجه الحساب، وانا كنت موصيها للقران، كنت موصيها للقران، قلت لي راه ولدي صراحه قطعوا ليا قطعليا لي بارتي الاولين ديالي ود بابا، وبغيت القران اورجينتي. ايوا صافي قالت لي راه كاين، قلت ليها عتكر روح سربيني. ايوا هذا هو القران اللي وصيت عليه، وما شاء الله نوريكم ما شاء الله. شوفوا شحال غزال، شوفوا فن، انا نحلو قدامكم ما شاء الله غزال. انا نشوف البنات اللي بغى يتواصل مع هاد الاخت هادي، راها كتبيع وتشري في هاد الشيء، هذا ديال داكشي زعما راها ثقه، زعما اللي بغى يتواصل وبغى شي وحده يعني ثقه اللي غتجيب له هاد لي كوزي، هاد الشيء هذا ديال الاتات البيت داكشي المغربي وكلشي، يتواصل معايا نعطيه النمره ديالها. وصراحه ما شاء الله عليها بنت الناس، شوفوا معايا عندهم الزهره، وتفكرت ولدي زعما باش توي الاول. شكرا لهلي اختك حبيبه، الله يكرمك، الله يكثرهم عليك بالعشرات يا ربي، ويخلف لك هاد الشيء ربي ان شاء الله بالاضعاف المضاعفه، الاضعاف المضاعفه والله. البنات عرفتي شنو هي حجه وهي زياره، عرفتي داك حجه وزياره هي هذه دابا. وانا راجلي جا عندي قال لي شوفي انت هذا الصندوق راه من الصباح هو في الباب، وقيله وحنا ما رديناش الباب.
قلت له لا انا ما مضومنتيش على شي حاجه ثقيله. قلت له انا غير القران ما غيكونش هكا في هذه السكاطولا هذه كامله، هذه السكاطولا هذه كامله. ايوا قلت له اجي نشوفه، راه ما يمكنش وقيلا شي حاجه اخرى بالغلط. ايوا صافي، ملي قريت الاسم قلت ما هذا الشيء راه صافي كان هديه. وشكرا حبيبتي ايمان على الهديه، والله يرزقك من فضله، والله يدخل لي ان شاء الله ندوقوا هذا الشيء بالتيسير وبرزيق ان شاء الله على داك المحل ديالكم. شنو كيقولوا اسم محمد اخر هذاك الشيء كله. وما شاء الله القران، ما شاء الله ماشي بحال في الصوره، انا ما شاء الله ما شاء الله القران غزال غزال ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. القران صراحه كان خاصني اورجينتي، وكان كاين اللون ديالو صراحه هكا زعما في شكل يعني بروبيو، عنده واحد المنظر غزال ما شاء الله. كما كت اللهم بارك باش ما قريتي كديه الان. اللهم بارك. عرفتي قال لك راجلي دابا كل ما بديت انا نقرا في القران هو انا وياه، كل ما انت غادي تاخذي في الاجر اختي اكثر من هذا الاجر. وشكرا شكرا صراحه على الهديه. وشوفي جات هذه الهديه في المومنت تجوزت، علاش؟ لان راجلي في الويكاند كيقول لي ديري شي برادات يمنعنا وحطيني معاه شي تويشيه ديال المغرب، وها هما جابهم الله. والبنات اللي بغات تواصل مع ايمان، ايمان نعطيكم المعلومات ديالها وكل شيء. تنسولها تنسولها الا قبلات نخلي لكم نيميرو دي تليفون اللي بغى يتواصل معها على هاد القرانات هادو وكل شيء، واللي بغى ياخذ داكشي ديال المهان داكشي ديال المغرب. نشوف الخضر عاوتاني كيف جا، الخضر جا غزال حتى هو ما شاء الله ما شاء الله. القران ديما جميل، غير ملي كيضيفوا عليه داك الزينه سبحان الله كيولي عنده طعم 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 سبحان الله، يعني كيولي عنده حطه، يعني الحطه اللي غادي تكون زيونه. اللهم لك الحمد. اي والله ان شاء الله الله يجعل القران ربيع قلوبنا يا ارحم الراحمين. والله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك تلفت لي حتى الهضره وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين. وشكرا اختي ايمان مجددا 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 على هاد الهديه الغير المتوقعه الغير المتوقعه، لان نقدر نتوقع يعني هديه تاع الاخت البنات. هاد الاخت هادي تا هي نجحات بزيرو ايروري ما شاء الله في الثيوريه، نجحات بزيرو ايروري. والهديه نقدر نتوقع بحال دابا هادي وقيلا عبايه. نشوف السي محمد شنو هادي وقفها ماماني. هادي عبايه هادي عبايه اللورا البنات، ها نتوما انا نخبي راجلي خليك شاد هكا. هادي عبايه اوكي، هادي عبايه يعني تقدري يجي البالك ديال البال ديالك عبايه هكا بحال هكا، ولكن فيرامين تي المؤونه الدواقة من داك الشيء. عمرتي لاش البيسي غادي تخسر. شكرا شكرا والله الا شكرا جزيلا لك حبيبتي. السلام عليكم البنات، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويخلق فيكم روح الانسانيه. اقسم بالله العلي العظيم انا هذا النهار اكثر ما شعرت بروح الانسانيه وروح الموده حيت هذا الشيء كنا مفتقدينه صراحه. هذا الشيء مفتقدينه في هذه البلاد بزاف بزاف مفتقدينه، وماشي غير مفتقدينه صافي مفتقدينه صراحه. تا هاد كيفاش غنقول لها حتى داك اللذه واللمه العائليه واللمه اننا نتفكروا خونا المسلم ولو باشياء بسيطه قليله لتدخل عليه الفرحه، ما بقيناش كنديروا هذا الشيء، ما بقيناش صراحه. هذاك الشيء علاش البنات كنقول لكم بقاو تدخلوا الفرحه والبسمه والبهجه على الناس الاخرين ولو باقل الاشياء، ولو ببسمه ولو بضحكه ولو ب دعوه خير، ولو يعني فيرامين تي بقوه اللي كنفتقدوا هذا الشيء في الغربه كيبقى يجي كتبقى تلف لك الهضره. بحال دابا انا راه في الفيديو راه راه تلفت لي الهضره، لان فيرامين تي هذه النود يا اختي نجمع لي هاد الروينه وندير واحد البرداتاي ونقول هاد الليله النهار القصاره على حساب ايمان. شكرا لكم بنات على الموده ديالكم وعلى التفرج ديالكم وكل شيء. نتشوفوا ان شاء الله فيديو قادم. انا صراحه والله ما خليت راجلي يحل السكاطوله بلا ما نصور، قلت لي بلاتي تنصور وهاد النهار فوق نكتشف شكون مولاتها. ايوا خليتكم على خير، نضرب لكم موعد جديد في فيديو ان شاء الله. كل شيء كيسولني على الميستا ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم ميستا الله يقدرني وخلاص. مع السلامه.